بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات المدرسه النموذجيه ودرس جديد من دروس ماده الفيزياء لحساب الطاقة الحركية العظمى للإلكترون المنبعث من الخلية الكهروضوئية نستخدم القانون التالي طا ع يساوي نصف كاف عين تربيع يساوي جيم مضروبة في شحنة الإلكترون، حيث وحدة قياس طا عين العظمى إلكترون فولت، حيث واحد إلكترون فولت، واحد فاصل ستة في عشرة، وسالب تسعة عشر جول. لحساب دالة الشغل اوميجا او نستخدم القانون التالي بما ان اوميجا او تساوي اتش اف ناقصا ط ع إذن اوميجا او تساوي عين ضاد h على لامدا ناقصا ط ع ووحده قياسها جول لحساب التردد الحرج f او نستخدم القانون التالي إف او يساوي أوميجا أو على إتش هرتز لحساب جيم الجهد في أنبوبة أشعة إكس نستخدم القانون التالي جيم يساوي hf على شحنة الالكترون وتقاس فولت ولحساب التردد f نستخدم القانون التالي f يساوي عين أي سرعة الضوء على لامدا أي الطول الموجي وحدة قياسه طبعا سيكون هرتز أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء وموضوع درسنا لهذا اليوم هو خصائص أشعة الليزر. تحدثنا عن أشعة الليزر، وكيف نولد أشعة الليزر؟ وكيف طبعا خطوات توليد أشعة الليزر؟ وعرفنا أن أشعة الليزر عبارة عن طاقة إشعاعية طبعا تحمل على موجات كهرومغناطيسية عالية التردد. وهي أشعة ضوئية مركزة أشعة ضوئية مركزة ووضحنا كيف تنتج هذه الأشعة وعرفنا اللي هي مميزاتها او استخداماتها بشكل عام وذكرنا استخداماتها موضوعنا طبعا يتحدث عن خصائص الأشعة الليزر طبعا خصائص او صفات أشعة الليزر هي ممكن ان نرتبها بالشكل التالي او نوضحها بالشكل التالي من الواقع اولا اول خاصيه تعتبر او اول صفه لها من صفاتها نصفها الان انها اشعه بالغه الشده اول صفه انها انها ماذا اشعه بالغه الشده هي اشعه الليزر اشعه الليزر اشعه بالغه الشده اذا اذا اول اول خاصيه لماذا بالغه الشده لانه قلنا ذات اطوال موجيه لها اطوال موجيه قصيره جدا وتكون تردداتها عاليه جدا وبالتالي تكون مترابطه وتنطلق او تخرج على شكل حزمه ضيقه متماسكه مترابطه تصل الى مسافات بعيده اذا شدتها عاليه اول صفه من صفاتها او من خصائصها ان شدتها تكون عاليه. الصفه الثانيه طبعا تردداتها تكون متقاربه متقاربه ومتحده في الطول. اثنين اشعه الليزر تكون تردداتها ماذا قلنا تردداتها متقاربة التردد يكون له متقاربة متقاربة ومتحدة الطور يعني يتحركان بايش الفوتونات تكون تتحرك متحدة الطور بهذا الشكل HF و HF تكون ايش متحدة الطور ومتماسكه ومترابطه والى اخره هذه من صفاتها التي تجعلها تكون قويه وشديده وذات مثلا قدره على الوصول الى مسافات بعيده طبعا من صفاتها ايضا من صفاتها ايضا ثلاثه انها أشعة الليزر انها تنتشر تنتشر في ماذا كما قلنا هي خطوط مستقيمة متوازية تخرج على شكل خطوط في خطوط مستقيمة ومتوازية يعني من أين تخرج من كما قلنا أنبوبة توليد أشعة الليزر اللي أنبوبة الكروم أو ياقوت الكروم قلنا هنا عند إثارة الذرات إلى مستويات إلى آخره تصطدم تبقى الإلكترونات العمودية ما بين اللي هي المرآة العاكسة ونصف العاكسة اللي هو جهاز توليد الليزر فتخرج بشكل ماذا؟ خطوط مستقيمة متوازية وهي طبعا تعتبر أشعة مرئية عكس أشعة إكس تعتبر أشعة مرئية. إذن تخرج على شكل خطوط مالها؟ مستقيمة مستقيمة ومتوازية بهذا الشكل. لأنه كل فوتون، كل فوتون من الفوتونات بهذا الشكل، لو نلاحظ حتى نوضح هذه النقطة، كل فوتون يخرج من هذه النصف مرآة بهذا الشكل يقوي الفوتون الآخر. وبالتالي نلاحظ أنها سوف تخرج طبعا HF1 HF2 HF3 هنا سوف كل فوتون سوف يقوي الفوتون الآخر وبالتالي يشكلوا حزمة أو ربطة متوازية أو مستقيمة وينتشرون في خطوط مستقيمة وأيضا متوازية الخاصية طبعا الرابعة هذه الخاصية الرابعة ممكن نذكرها اللي هي طبعا أهم خاصية لها تعتبر طبعا اللي هي من ضمن الخاصيات ولكن أن من ضمن صفاتها أنها تقطع المسافات الطويلة تقطع المسافات الطويلة طبعا ليش تقطع مسافة طويلة دون أن تتشتت ودون أن طبعا تنبعث باتجاهات مختلفة لأنها طبعا هي تحافظ على شدتها، تحافظ على شدتها بسبب أنها تنطلق بتردد معين وطول موجي عالي وتكون مترابطة وتكون متماسكة، لذلك تقطع مسافات طويلة جدا، إذا ممكن نقول أشعة الليزر تقطع مسافات طويلة جدا لماذا علل نقول بسبب اللي هي شدتها وقلنا بسبب شدتها تصل الى مسافات بعيده لذلك ترسل مثلا الى الاقمار الصناعيه او الى القمر الصناعي مثلا للاتصالات بين كل قمر وقمر توصل الاصوات بكل دقه عاليه، توصل المعلومات بكل دقه عاليه، وايضا بسبب شدتها انها لا تتباعد او تتشتت، وبالتالي تستخدم كقلنا ايش؟ في حفر الانفاق، حفر الخنادق، في الاتصالات اللي في بين الاقمار الصناعيه، وكذلك تستخدم لقياس مثلا اعماق البحار والى اخره. هذا كله بسبب ماذا؟ ان شدتها عاليه، وتكون هي عباره عن موجات مترابطه طيب قد يقيل سؤال تعليل يقول علل اشعه الليزر تقطع مسافات طويله دون ان تتشتت او تتباعد اشعه الليزر تقطع مسافات طويله دون ان تتشتت او تتباعد لماذا نقول لانها تحتفظ بشدتها وكذلك تنتشر في خطوط مستقيمه لذلك تنطلق بشكل حزمه واحده مترابطه متساويه وتصل الى مسافات بعيده. الان ابنائي بنات الطلاب ننتقل الى التالي. الان تمرين احسب الجهد بين قطبي انبوبة اشعه الكاثود اكس او اشعه اكس اذا كان أقصر الأطوال الموجية لهذه الأشعة يساوي اثنين انغستروم، كما تعودنا نستخرج المعطيات، المعطيات، أعطالي أقصر طول موجي لهذه الأشعة كم يساوي؟ اثنين انجستروم يعني لامدا تساوي اثنين انجستروم طبعا نحولها الى المتر يكون اثنين في عشرة اس سالب عشرة من المتر في هذه الحالة في هذه الحالة ماذا نتحصل حصلنا او اوجدنا اولا الطول الموجي او معطى الطول الموجي يبقى معنا بقية الثوابت اللي هي الثوابت المشهورة يأتي في السؤال يقول علما بأن استخدم التوابت التالية أو استعن بالثوابت التالية هو سيعطيك هذه التوابت يعني شحنة الإلكترون مشهورة ومعروفة اللي هي واحد فاصل أو عشر واحد فاصل ستة من عشرة في عشرة أو سالب كم سالب تسعة عشر كولوم معنا إتش ثابت بلانك اللي هو يساوي ستة فاصل ستمية وخمسة وعشرين في عشرة والسالب أربعة وثلاثين معنا اللي هو يبقى معنا الشحنة عين ضاد يعني السرعة الضوء تساوي ثلاثة مضروبة في عشرة والثمانية متر لكل ثانية لأن السرعة تقاس بالمتر لكل ثانية إذا هذه الثوابت معطاه او سياتي مثلا بالسؤال يقول استعن بالثوابت التاليه سيعطيك هذه الثوابت الان طلب مني احسب الجهد بين قطبي انبوبه اشعه الكاثود يعني يريد ايش فرق الجهد بين هي قطبي الانبوبه طبعا حتى نحسب فرق الجهد معنا قانون اللي هو معروف اتش اف هذا القانون المشهور يساوي عفوا اتش ثابت بلانك مضروبة في التردد يساوي ماذا يساوي كما أخذنا من السابق اللي هو جيم مضروبة في شحنة الإلكترون هذه واحد أنا ممكن أقول هذا واحد حتى أوجد ماذا؟ جيم. من خلال هذا القانون أستطيع أن أحسب فرق الجود بين قطبي لأنبوبة أشعة إكس. الآن ننظر إلى المعطيات، هل موجودة هذه القيم أم لا؟ الخطوة الثانية، الشحنة موجودة. معنا معطى. معنا الاتش موجودة اللي هو ثابت بلانك. معطى. التردد معنا اللي هو هل هو موجود؟ لا. فرق الجهد موجود؟ لا. إذا إذا كان لدينا مجهولين في المسألة هنا، لدينا مجهولان في المسألة، هذا مجهول وهذا مجهول. من الصعب حل هذه المسألة. لكن كيف نتصرف معها؟ نوجد أولاً، كيف نتصرف مع هذه المسألة؟ نوجد أولاً ماذا؟ نوجد قيمة إف ثم بعد ذلك نوجد قيمة ماذا؟ اللي هو فرق الجهد جيم. الآن نعوض نعوض نقول اتش أو اف عفوا بما أن بما أن اف التردد يساوي سرعة الضوء عين ضاد على لامدا هذه مرضا معادلة اثنين معادلة اثنين لاحظوا معانا الاف الآن سنعوضها بقيمتها في معادلة واحد إذا بتعويض أنا ممكن استخدم القلم الأزرق الأفضل بتعويض بتعويض قيمة اف من واحد معادلة واحد في معادلة اثنين قيمة اف عفوا في اثنين في معادلة واحد يعني أنا باخذ قيمة اف هذه من اثنين بعوضها في معادله واحد على ماذا نتحصل يصبح معنا عين ضاد بدل ينزل الاتش ثابت هناك يبقى معنا على لامدا يعني هذه اللامدا عين ضاد بدل الاف الاتش ينزل يبقى معنا اللامدا يساوي يساوي كما هو يبقى معنا جيم مضروبه في شحنه الالكترون يعني الجود مضروبه في شحنه الالكترون الان معادله بسيطه جدا يعني نفعل عمليه ايش ضرب الطرفين بالوسطين حتى نتحصل على قيمه ج اذا اذا فعلنا هنا المقام واحد اضرب هذه في هذه اللي هي عمليه ضرب الطرفين في الوسطين بيكون لامدا في جيم شين يصبح معنا لامدا جيم شين يساوي واحد في عين ضاد اتش يصبح معنا عين ضاد طبعا هنا الضاد بيكون في الاسفل صغير لانه حتى نميزه اللي هو سرعه الضوء لو وضعناه في الجانب هنا في هذه الحاله كانه عين مضروبه في ضاد لا هذا فقط للتبيين سرعه الضوء بدل ما نسجل كلمه الضوء نسجل ضاد عين ضاد يبقى معنا مضروبه في اتش يعني معانا هنا ايش؟ عين ضاد في اتش، واحد عين ضاد في اتش يكون عين ضاد في اتش. الآن مطلوب معايا ايش؟ جيم؟ إذا جيم سوف تساوي الجانب المجهول دائما ينزلوا في الأسفل لامدا شين طول الموجي مضروبة في شحنة الإلكترون والبقية البقية يطلعوا أين؟ في الأعلى. يعني في البسط وهذولك في المقام. عين ضاد اتش من خلال هذا القانون الآن الذي توصلت له بعد هذه الخطوات نعوض تعويض مباشر بالقيم التي لدينا، إذا أصبح المفتاح مفتاح المسألة سهل بعد أن أوجدت اللي هي هذه القيمة الأخيرة اللي هي قيمة ج. هذا بيساوي نعوض الآن سرعة الضوء كم معانا؟ موجودة ثلاثة في عشرة أس 8 ثلاثة مضروبة في عشرة أس مضروبة في اتش ثابت بلانك كم معانا ستة فاصل ستمية وخمسة وعشرين من ألف مضروبة في كم في عشرة والسالب ثلاثة عفوا في عشرة أس سالب أربعة إذا بيكون معانا ستة فاصلة ستمية وخمسة وعشرين مضروبة في عشرة والسالب أربعة وثلاثين. هذا في البسط ماذا يتبقى معنا الآن في المقام؟ أنا عوضت بقيم البسط يبقى معنا المقام لامدا كم معنا؟ 2 أنجستروم حولناها إلى إيش؟ إلى متر يصبح 2 لامدا 2 في 10 السالب 10 مضروبة في شحنة الإلكترون معطى معنا اللي هي 1.6 من 10 مضروبة في 10 السالب 19 كولوم وهي شحنة مقياس وحدة أو شحنة الإلكترون معوض هنا بشحنة الإلكترون واحد فاصل ستة من عشرة مضروبة في عشرة أس كم سالب 19 عشر طبعا عملية بسيطة أو عملية حسابية بسيطة نضرب الثلاثة في ستة فاصل ستمية وخمسة وعشرين ونجمع الأسس في حالة الضرب في المقام نضرب الاثنين في واحد فاصل ستة ونجمع الأسس أيضا ثم نرفع ثم نرفع ماذا نرفع الى الاعلى اللي هي قيمه الاسس فطلع معنا النتيجه النهائيه ابنائي وبنات الطلاب بحدود 600 600 عفوا 6.210 بحدود 6.210 6.210 اللي هو فرق الجهد بماذا يقاس يقاس بالفولت بالفولت لماذا بالفولت اذا 6.210 بالفولت اصبحت فرق الجهد المسلط بين قطبي انبوبه اشعه اكس هو 6.210 فولت هذا بالنسبه للاول الان اذا جاء مثلا معنا سؤال يقول اثبت طبعا هذا واحد هذا ممكن نقول اثنين اثبت ان ان ماذا الكميتين التاليتين لهما لهما نفس وحدات القياس. يعني الآن بعطي لك كميتين، ومن خلال هاتين الكميتين، هل وحدات القياس هي نفسها أم لا؟ ما هي هذين الكميتين؟ طبعاً اللي هي في الطرف الأول جيم شحنة الإلكترون، والطرف الثاني اللي هو طبعاً HF، من خلال. اللي هو هذا القانون اللي اخذناه في البدايه هل لهما نفس وحده القياس ام لا؟ اتش اف نقول الاثبات ممكن نثبتها بالشكل التالي طبعا معنا نبدا بقيم شين الشحنه والجهد واحد قيم شين طبعا الجهد بماذا يقاس طبعا معروف ان الجهد عباره عن جول على كولوم او ما يقاس بالفولت الفولت عباره عن جول على كولوم واضح ان الفولت جول على كولوم وبالتالي نسجل قيمه هذه الوحده قلنا فولت عباره عن جول على ماذا كولوم نعوض طرف الايمن جول على كولوم مضروبة في شحنة الالكترون كولوم شحنة الالكترون ماذا؟ هي أيضا الكولوم هذه طبعا واحد إذا شطبنا الكولوم مع الكولوم ماذا يتبقى معنا؟ جول يتبقى معنا جول إذا هذا بيساوي جول وهذه واحد ننتقل إلى خلاص انتهينا من هذه طلعت وحدتها مثلا جول وحدة قياسها، الطرف الآخر HF هل هاتين الكميتين هما نفسهما وحدة قياسهما جي مشين و HF لهما نفس وحدة القياس؟ طبعا سننظر الآن اثنين بالنسبة ل HF ثابت بلانك مضروبة في التردد، هذا يحل اللي هو الفوتون المنبعث، قيمة الفوتون المنبعث عندما تنتقل الذره طبعا من مستوى الى مستوى اخر يصبح معنا ماذا؟ اتش التردد يقاس بماذا؟ في اللي عباره عن ايش؟ التردد عين ضاد على ماذا؟ التردد اللي هو عين ضاد على لمده هذه عباره عن عين ضاد على لمده مضروبه في ماذا؟ في اتش يصبح معنا سرعه الضوء بماذا تقاس؟ بالمتر لكل ثانيه حتى تكون واضحه سننزل الى الاسفل قليلا سرعه الضوء اللي هي عباره عن ماذا قلنا متر على الثانيه الطول الموجي يقاس بماذا بالمتر مضروبه في اتش اتش عباره عن ماذا اللي هو طبعا جول في الثانيه الاتش هو عباره عن حاصل ضرب جول في الثانيه الاتش ثابت بلانك جول مضروبه في الثانيه إذا عملنا عمليه الان اختصار طبعا هنا بيكون معنا المتر مع المتر والثانيه هنا مع الثانيه ماذا يتبقى معنا يتبقى معنا الجول يتبقى معنا هذا يساوي جول اثنين اذا الكميتان لهما نفس وحدات القياس وهو المطلوب ماذا اثباته مثال اذا علمت ان كميه التحرك للالكترون لاحظوا كميه التحرك للالكترون يعني ايش كت الان المعطيات نسجلها يعني نستخلص المسألة خطوة خطوة ونفهمها كمية التحرك الإلكترون كت تساوي كمية التحرك الإلكترون لحظة اصطدامه بمادة الهدف في أنبوبة أشعة إكس تساوي تسعة فاصل واحد في عشرة والسالب أربعة وعشرين كيلو جرام متر لكل ثانية يعني كمية التحرك كم عطاني القيمة تسعة فاصل واحد في عشرة أس كم؟ أس سالب أربعة وعشرين اللي هو كيلو جرام متر لكل ثانية هذا معطى من المسألة فأحسب أقصر طول موجي للأشعة الناتجة يعني أنه الإلكترون الذي اصطدم بماذا؟ بمادة الهدف هذه الهدف الالكترون اصطدم فيها ولد فوتون طبعا اعطى لي هنا كميه تحرك الالكترون كتلته وسرعته ليكت الان قال عندما اصطدم بماده الهدف ماذا ولد طول موجي معين لامدا يريد قيمه ماذا هذا الطول الموجي يريد قيمة هذا الطول الموجي. إذا المطلوب المطلوب قيمة لامدا المتولد نتيجة اصطدام الالكترون بمادة الهدف الحل طبعا الثوابت مسجلها اللي هي شحنة الالكترون معروفة واحد فاصل ستة في عشرة سالب تسعة عشر كولوم ومعنا اتش تساوي ستة فاصل ستمية وخمسة وعشرين في عشرة سالب أربعة وثلاثين اللي هي ثابت بلانك ومعنا عين ضاد سرعة الضوء تساوي ثلاثة في عشرة والثمانية متر لكل ثانية هذه طبعا معنا الثوابت المشهورة أو المعروفة كيف نحل هذه المسألة؟ كيف نتوصل لحساب الطول الموجي؟ كيف نتصرف في هذه الحالة؟ طبعا سنسير خطوة خطوة حتى نتحصل على الحل النهائي معنا معروف أنه HF بمعنى HF يساوي نصف كاف ع تربيع يعني كمية التحرك بالنسبة اتش HF لهذا الفوتون سوف يساوي طاقة الحركة للإلكترون طاقة الحركة الإلكترون واحد نعتبر هذه معادلة رقم واحد الآن نعوض معنا HF ماذا يساوي وبما أن F يساوي عين ضاد على لامدا طول الموجي السرعة الضوئية اللي هي عين ضاد اللي هي سرعة الضوء على الطول الموجي هذه معادلة اثنين نعوض قيمة او اف نعوض نقول اه اف من اثنين في معادلة رقم واحد يعني باخذ قيمة اف بعوضها هنا في معادلة رقم واحد يصبح معانا ماذا؟ عين ضاد على لامدا قيمة اف يبقى معانا ايش هنا اتش اتش عفوا يبقى معانا اتش الان ماذا يتبقى في الطرف الاخر يتبقى نصف كاف عين تربيع الكترون خلاص عوضنا طيب الآن ماذا سنفعل؟ طبعا سنضرب الطرفين بالوسطين لماذا نضرب الطرفين بالوسطين حتى نتحصل على قيمة إيش؟ لمدة طبعا بيصبح معانا هنا عين ضاد في اثنين يصبح معانا كأنه لمدة نصف كاف عين تربيع يساوي هنا معانا عين ضاد اتش إذا لمدة سوف تساوي عملية حسابية ايش بتساوي لامدا اللي هو معانا نصف هذا بينزل المجهول دائما لجانب المجهول ينزل في لي المقام نصف كاف عين تربيع طيب وهنا معانا ايش نصف كاف عين تربيع يبقى معانا في البسط عين ضاد مضروبة في اتش مضروبة في اتش اذا تحصلنا على قانون لحساب الطول الموجي من خلال هذه الخطوات الآن نعود تعويض عادي بما أن نعيد هذه اللي رقم اثنين واحد اثنين بنقول هذه ثلاثة بما أن لامدا سوف تساوي بسط مقام سرعة الضوء مضروبة في ثابت بلانك على نصف كاف عين تربيع اللي هو للإلكترون نعوض بالقيم الآن لامدا

أربعة وثلاثين، هذا ما في البسط الآن في المقام ماذا يبقى معنا نصف كاف كم قيمة كاف معطى معنا لي كتلة الإلكترون ممكن نضيفها هنا لي تسعة في عشرة أس واحد عفوا تسعة من تسعة فاصل واحد نضربها في عشرة أس سالب تسعة عشر عفوا سالب واحد وثلاثين الكتلة سالب واحد وثلاثين كيلوغرام نعوض فيها هنا نقول مضروبة في تسعة فاصل واحد مضروبة في ماذا؟ في عشرة السالب واحد وثلاثين ماذا نتحصل هنا؟ هل السرعة هنا موجودة؟ لا يبقى معانا عين طبعا الكتلة النصف نزل الكتلة موجودة يبقى معانا عين تربيع مجهولة عين تربيع كيف نوجد عين تربيع؟ الآن بدأت المسألة تتحلل أو تتفكك يبقى معنا كيف نوجد لحساب برضو مشكلة هنا ظهرت معنا كيف نفعل لحساب عين نستخدم اللي هي قانون كت يعني بالاستعانة نعوض عين بدلالة كت ما المقصود نعوض عين بدلالة كت أي نعوض عين بدلالة كت أي كمية تحرك نقول بما أن كمية التحرك تساوي ماذا تساوي كمية التحرك لو كاف مضروبة في عين إذا عين سوف تساوي كت كمية التحرك يبقى معنا الكاف في الأسفل نعوض في القيام الآن كمية التحرك للإلكترون موجودة معنا تسعة فاصل واحد تسعة عشرة أس كم معطى معنا أربعة وعشرين سالب أربعة وعشرين على كاف كتلة الإلكترون طبعا معروفة معنا اللي هي تسعة فاصل واحد في عشرة سالب واحد وثلاثين يصبح معنا تتشطب هذه مع هذه هذه تطلع مع تغيير الإشارة يبقى معنا عشرة السبعة ماذا متر لكل ثانية الآن طلعت معنا قيمة ع إذا ع تساوي عشرة السبعة متر لكل ثانية نعوض نعوض ماذا قيمة ع في معادلة رقم كم؟ هذا بنفرض انها واحد اثنين بيبقى معانا هنا ثلاثة في معادلة كم؟ رقم ثلاثة في معادلة ثلاثة إذا ناخذ قيمة عين نعوضها هنا يبقى معانا لامدا تساوي ثلاثة في عشرة والثمانية مضروبة في ستة فاصل ستمية وخمسة وعشرين في عشرة والسالب أربعة وثلاثين. يبقى معانا المقام نص كاف اللي هو 9.1 في 10 السالب 31 اللي هو يبقى معانا العين تربيع الان وجدنا قيمتها اللي هي كم؟ 10 السبعه موجوده في 10 اس كم؟ 7 تربيع 10 سته 7 تربيع المبدا بيطلع معانا الان بعد عمليه اللي هي ضرب البسط بالبسط وعمليات المقام بعد التربيعين تطلع النتيجة النهائية تقريبا بحدود أه أربعة فاصل ثلاثة ستة ثمانية طبعا مضروبة في كم بعد هي عملية تنقيح الأسس في أو جمع الأسس عفوا في عشرة سالب تسعة عشر اللي هو الطول الموجي بليش بالمتر ويتحول إلى أنغستروم بيطلع بحدود ثلاثة وأربعين وبهذا أبنائي وبنات الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته